السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بالأربعة الكفاف، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية هذه الخيرات التنويرية والجالية المغربية والناس والمدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 11/10/2023، احنا في الاربعاء الكفاف كما تشوفوا معنا. شحال هادي الباترون؟ 520. ولد اجر اجر طالياني تيقول لنا 520، ولدها زين والسر كيدير؟ ستاتي ديالك يقول لي البلجيكيه ما تعتكش؟ لا جوج وخمسين. جوج وخمسين، اش والده؟ اجله. هذا يبيع وشريف البقره، الداره والوالده وصاحبنا تا هو يبيعوا البقع وشري ويبيعوا الكسابه ويبيعوا لكل شيء. تيقول جوج وخمسة. هالدرع تاع بزول تزينة، الدرع تاع زين، ولدها زين، ولدها زين تيقول 26,000 تاع الدرهم. واش حتى ما تاع ماوت حتى ما تاع 4 ملايين دارات؟ لا والسنه شنو كاين؟ يلا جابوا شموع بالوراق ياك. حاجه اخرى شحال تقريبا؟ ثلاث شهور في شهرين. ثلاث شهور بالطبيب نقلبهم هو قلبهم هذا جابوا ياك. لابو الزيتوني اياه مرحبا. هذا لابو الزيتوني اياه شرفوني. الله يحفظك، انت معنا في تصويرات قناة الزيتون مرجان. هذا حميد تا هما كلشي هاد الناس اللي واقفين الحمد لله. انت معاه ولا هي راسها؟ انت انا معاه، بغيت نمشي انا معاه. يلا الله يربح سير. 330 الله يربحها ب 330. لكن انت معاه انت؟ لا قلتي انا غادي، قلتي انت انا بغيتي نمشي. اعتذرتي في القول. ايوا اها. شو ولدت؟ مليون؟ شحال عطينا شحال؟ مليون؟ والله 364. وي ستين. آلن 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 الحشر حسن. تاجي تبغي تسكرك اجي هاك هاك. كي داير سوق البقرة اليوم؟ زين. مالو؟ بيو السلعة تقليلة شوية. السلعة موجودة والثمن كاين. كاين الثمن؟ إييييه. مالك بالثمن، كاين البيع وشري شاري. البيع وشري بلا راكدين. متاجر القاع توجد. أها. القاع توجد. القاع توجد على عم السوق في الليل. في الليل؟ في الليل. ثلاثة سيبي فينا يدور. الجوج تينود؟ الجوج أنا عندي بياسة هذيك الساعة مع الجوج. مع الجوج. دارت لي طربيلة بياسة. 254. ولد عجل؟ ها؟ السنة اش دايرة فيه؟ جمع تطوات؟ مجموع صغير؟ جمع شحال؟ سعدة سعدة هذه تشغل عارفة
زيد العدو زيد العدو الله يرحم والديك. واخا واخا. تا شطوكم ولا شنو كاين؟ سول هذا. شحال هذا؟ 170 جير في السن. ما دارش؟ أمولا. تكون ضاربة غتكون ضاربة. تكون ضاربة. 50 ألف حزيز. 300؟ 300 16 قولها 6 قولها 6 قولها 6 تلحق ال 10 ها دابا محمد فصل عندها 3 شهور بالورقة وباش باش عرفتي انت كنتي كاتب؟ مولا مولا ما يكذبش عليك ياك مرحبا واش هذا ابو عز اخويا؟ من يورو 25 في المغرب وفديتي مهاونا ما بعنا اخويا بعتي مها؟ اه تبارك الله عليك ابو عز وسيبي لينا نشوفوا هاد شكرا رابط عند مول القهوه شحال كرتي لك اخويا العربي؟ شتك تحنش وتقول؟ شتك تحنش وتقول؟ جوج وربعين اللي بغيتي؟ اللي عطاوها هي خاصة ب 22 عطاوها 20000 20000 ما بغيتوش العربي خويا؟ لا قدارة عاد 4 شهور بالورقة ولا بلاش؟ اه بالورقة ديالها ومولا غادي نزيد ورقة نجيبها لكم الشيء باش جاي سويرتي واللي بعنا له نديرو معاه التلفازة تلفازة؟ اه وعاد كريم ود الحاج جي لي من سيدي علي بعث له باقي نسالو 64000 بقرة ما بغاش يعطيها لي اليوم غندفع له ورقة العاد واكل والبقرة باقا عنده ولا مشات؟ البقرة عنده ما عرف باعها ولا اش دار معاها عندك عليه شي شهود؟ عندك عليه شي شهود اه ولا عندك شهود ربحتيه؟ اه الله يحفظك لا ما عندك شهود كب لا كرشك الماء لا عندي شهود ياك؟ اه عندي شهود الحمد لله وتفاصل معك كل خطره شويه. لا والو وقال لي نخسر عليك 30 مليون. او قول لي راه 64 ما هذيك 30 مليون. الحاج مصطفى صاحبنا وتيبيع ويشري في البقره الداره والوالده وراجل مخير ما نسيتوش كلام. شحال سي الحاج هذه؟ 54000. والدي شنو سي الحاج؟ بنتها بنت البرا. بنتها دوري جين. اللي ما عرفش هذا في المملكه المغربيه يا سيدي في المملكه المغربيه حتى الحاج الصاف خالد سيري شو كيفاش شحال كرتي لك السي الحاج؟ خلاص خلصنا خلاص عطاك فيا شي حاجه السي الحاج ما فيه لا زياده لا نقصان قال لنا مازال تا جا تاعتك الحاج هذا ولد هذا بنت بنت عطاها 24 بنتها مليون و24 عطاها بحال بقات هي في التسعير قال اربعة نعم هي بجوج و10 بنتها تبارك الله زينة تجدها الحج مصطفى ما لاقينيش واو دريس اي نوب عليك الحج مصطفى واو دريس سير بنت زينة سير دي هذه سير ما عارف عارف كل شيء كيف بغا دير عارف تنحييو جميع المشاهدين قناة زيت المرجان وانتم احبابنا حتى في جمعة في الاربعة الكفاف بقليب خريبكا تيجيو ليها كاملين الحباب تونا باش نقولوا الحباب تونا راه فين ما مشينا كاينين الحباب تاعنا اللي تيتصوروا عندنا وتنعرفوا الاثمنه واخا نكونوا في جميع البلايص